بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الواضح بأنه هذه الليالي تعقد هذه المناسبات بمناسبة شهادة سيدتي نساء العالمين، وفي هذه الليالي الثلاث، في هذه الليلة، سوف أقف عند بحث يتعلق بمسائل الإمامة. أما إن شاء الله تعالى في الليلتين القادمتين إن شاء الله تعالى نقف عند أبحاث تتعلق بأم أبيها الزهراء البتولية. لذا بودي أن الإخوة يعطوني من وقتهم هذه الدقائق، وأرجو من الجالسين في هذا المجلس أن ينقطع حديثهم الثنائي. إذا كان عندهم حديث فبإمكانهم أن يخرجوا من المجلس. إما هل ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أو لم يرد؟ أطرح هذا الحديث باعتبار أنه هناك محاولات جادة لتضعيف أسس مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبمختلف الوسائل. لذا في هذه الليلة أحاول أن أقف عند هذه النقطة، حيث أننا من أسس عقيدتنا أننا نعتقد بأئمة 12، ونعتقد بأن هؤلاء 12 يبدأون بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وينتهون بالإمام 12 من أئمة أهل البيت. السؤال الأساسي أن هذا الاعتقاد الذي نعتقده هل هو من رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ لأنكم كما تعلمون أن القرآن الكريم قال عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ثبت أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا معناه أن منشأه الوحي، أن منشأه هو أمر الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الرسول ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. ومن هنا تجد أن القرآن أمرنا بأن نأخذ كل ما وعدنا من رسول الله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أنا عندما أركز حديثي في أن عدد الأئمة وأسماء الأئمة ورد في حديث رسول الله وورد عمن لا ينطق عن الهوى، لأنه نريد أن نعرف أن هذه المدرسة، هذا الاعتقاد، هل لا يعتقد. من هنا أحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق أن أقف عند ثلاث أو أربع، إذا وسع الوقت خمس أسئلة أسألهم وأحاول أن أجيب عليها. السؤال الأول: هل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عين عدد الخلفاء الذين من بعده أو لم يعين؟ ترك الأمر لمن يأتي من بعده، تركه شورى، تركه لأهل الحل والعقد،
تركه للأمة أو هو عين من بعده عددا معينا من الخلفاء وعدد حديث الغدير من حيث السند يد قوي عندنا الحديث متواتر ولكن شككوا فيه قالوا لم يثبت شككوا في حديث انا مدينة العلم وعلي بابها شككوا ولكن عندما وصلوا الى هذه الاحاديث التي قال رسول الله صلى الله عليه واله الخلفاء من بعدي اثنا عشر لم يجرأ من علماء المسلمين أن يخالف ماذا؟ هذه الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أنا فقط أقرأ كم رواية في هذا المجال لأنه الوقت لا يسع أن نقرأ كل هذه الروايات. هذه الروايات بعد ذلك سأشير إلى بعض مصادرها. من هذه الروايات هذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبين هذه الروايات لنناقلها. قال النبي صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. إذا عزة هذا الأمر عزة الدين بمن؟ ها؟ بهؤلاء 12. التفت جيدا إلى هذه الخصوصيات. لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال الراوي قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه. يتبين أن رسول الله شوية نفذ صوت عندما أراد أن يقول هذه الجملة. خلوا أيضا هذه الجملة في ذهنكم لأنه بعد ذلك عندنا شغل فيها. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال؟ فقال قال كلهم من قريش. خلي هاي الجملة في ذهنك. هو رسول الله إذا يقول أن هؤلاء الاثنى عشر من قريش يحتاج نازل صوته لو ما يحتاج؟ لا ماكو مشكلة لأنهم كلهم من قريش. بعد ذلك سيتضح لك أن رسول الله قال شيئا آخر ولكن يد الدس والتزوير ماذا فعل؟ بل يبين بدلت هذه الرواية. رواية ثانية طبعا هذه الرواية وارد كتاب مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة 198 وبحسب مباني علم الرجال عند علماء أتباع الخلفاء يقولون رجالها كلهم ثقات لا بد من الاعتماد عليها. رواية ثالثة وفي رواية أحمد بن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسروق وهو يقرئنا المقروء. عبد الله بن مسروق الصحابي المعروف. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ سألتم رسول الله يا رسول الله من بعد الخلفاء كم هم؟ فقال عبد الله ما سألني أحد عنها مذ أذنت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. فلذهنك يمي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يشبه هؤلاء الخلفاء بمن؟ ها؟ بنقباء بني إسرائيل. نقباء بني إسرائيل كانوا منصوبين من قبل الله وأوصياء كانوا من قبل الله وكانوا من أهل الشورى والحل والعقد. أي منهما؟ ها؟ لا كعدة نقباء بني إسرائيل. هذه الرواية واردة في مسند أحمد وواردة في الصواعد لمن حجر وغيره. رواية أخرج مسلم صحيح مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله قال التفت جيدا لها الرواية مهمة عندي هذه الرواية لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خلفاء. تبين أن هؤلاء الخلفاء 12 يستمر بهم الزمان إلى متى؟ ها؟ إلى قيام الساعة. صحيح ولا مو صحيح؟ أمضمون يا روايات عندنا هذه الروايات.
ها؟ يا روايات، الروايات التي تقول لا تخلو الأرض من حجة، لو لم يبق إلا اثنان لكان أحدهما ماذا؟ الحجة. نفس هذا المضمون وارد، يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش. هذه الروايات، أنا قرأت ثلاث روايات، أربع روايات، هو تدري كم رواية واردة في هذا المجال؟ بس أنا قرأت نماذج الثلاثة الآن. بحسب تتبعي وراجعت المصادر والإخوة اللي يريدون بعد ذلك فأعطيهم المصادر، واردة عن رسول الله مضامين بأنه الخلفاء من بعدي إثنى عشر خليفة، إثنى عشر أمير كعدة نقباء بني إسرائيل، لا أقل واردة 300 خلي ذهنك معاه، مو رواية وروايتين وعشرة وعشرين حتى تقول لي سيدنا هذه سندها معلوم ممن لو مو معلوم، لا لا لا، فوق 300 رواية واردة. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا الكتاب الدنيا، الإخوة اللي يردون يراجعون بإمكانهم أن يراجعوا معجم أحاديث الإمام المهدي الجزء الثاني صفحة 255 وما بعد، عشرات الروايات وعشرات المصادر التي ذكرت. أما من نقل هذه الرواية؟ الذين نقلوا هذه الروايات من علماء أتباع الخلفاء. خلي ذهنك يتكلم، من أقول الخلفاء مقصود أتباع الأول والثاني والثالث، وإلا هؤلاء لم يكونوا أتباعا لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا كيف يجتمع النور والظلمة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. استوى الأمر إليك، أنت على ما تريد تطبق هذا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحقنا آية الليل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هسه أنا أقول لك بعض المصادر، طبعا هذه المصادر كما قلت من أتباع الخلفاء. هذه الأحاديث واردة في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف الجزء الرابع صفحة 164، وصحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 119، وكتاب أخرجه بتسعة طرق. أنا أقول لك مش روايات، يعني مو نقل الرواية شخص واحد، لا، تسعة من أصحاب رسول الله ماذا؟ هذا نقلها، هذا نقلها، هذا نقلها بتسعة طرق. وكذلك مسند أحمد في الجزء الخامس صفحة 90 و93 إلى آخره، وكذلك سنن الترمذي الجزء الرابع صفحة 501، وسنن أبي داود الجزء الرابع صفحة 106، الحديث 7279 و4281، والمعجم الكبير للطبراني الجزء الثاني صفحة 238، الحديث 1996، وحجة الأولياء الرابع صفحة 332، ومستدرك الحاكم للميساقوري الجزء الثالث صفحة 618، وصحيح مسلم بشرح النووي، وعشرات المصادر السنية التي نقلت عشرات الروايات التي تقول ماذا؟ تقول أن خلفائي من بعدي ماذا؟ 12. بودي أنه أقف عندك دقيقة أو دقيقتين، قل لي سيدنا لماذا أنتم عادة تنقلون روايات من مصادر الفريق الآخر؟ يعني هل أنه تريدون أن تقولوا أنكم تعتقدون ما يرد في كتبهم؟ تثقون بما يرد في كتبهم؟ هكذا نريد أن نقول؟ الجواب كلا، لا لا، نريد أن نقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هم يعني
هم يعتقدون بأن صحيح البخاري كتاب البخاري وكتاب مسلم في الحديث أو ما يسمى بصحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتابين بعد القرآن الكريم. وبينكم وبين الله إذا كان البخاري ومسلم كتابهما أصح كتابين بعد القرآن ينبغي عليهم أن يعملوا بهما أو لا ينبغي؟ ها؟ أقول لك كلمتين أو زيادة في هذا المجال فقط، مجال ضيق فقط بعنوان المثال. انظر ماذا يقولون في كتابين مسلم وصحيح البخاري فيما يتعلق. يقول هذا الكلام وارد في شرح صحيح مسلم، يقول اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، بل أكثر من ذلك. هل ذهنك يمين؟ بل أكثر من ذلك. هذه الرواية نقلت عن أبي زيد المروزي أنه قال كنت نائما بين الكفر والمقام. انظروا ماذا يجعلون كتاب البخاري، كنت نائما بين الكفر والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي كتاب الأم ولا تدرس كتابي؟ السائل هذا الذي بالنوم شاف رسول الله، فقلت يا رسول الله وما كتابه؟ قال جامع محمد بن اسماعيل كتاب البخاري كتاب اصيل. هل يذهنكم يمين؟ هل يذهنكم يمين؟ اذا بينكم وبين الله اللي يعتقد في البخاري ومسلم وسنن ابي داود والترمذي وغيره يعتقد بانه كتاب من؟ كتاب رسول الله. بعد يحق له ان يعمل او لا يعمل؟ لا يحق. ولكنه شيء توزوز بصدري مع شيء. تدرون هذا كتاب البخاري الذي هو اصح كتاب بعد ماذا؟ بعد القران عني. خلي ذهنك هناك. وهو كتاب، هو كتاب من؟ كتاب رسول الله كما يقولون. لم ينقل رواية واحدة عن الإمام الصادق، ولم ينقل رواية واحدة عن الإمام الجواد وكان معاصرا للإمام الجواد، ولم ينقل رواية واحدة عن الإمام من؟ ها؟ عن الإمام العسكري وعن الإمام الهادي، بس ناقل في الرواية عن الإمام زين العابدين. التم جيدا. ولكن تيجي للرواية ليش مضمونها؟ يقول قال علي بن زيمين زين العابدين قال علي بن الحسين إن جدي علي بن أبي طالب وفاطمة في كذا صباح ناما عن صلاة الصبح. غير رواية ينقلها عن علي بن الحسين. هسه ما ينقل، ولكن من يريد ينقل مش ينقل؟ ها؟ ينقل هذا الكلام. شوية خلي أقف عند هذه المعلومة. ما ينقل عن أئمة أهل البيت، ما ينقل عنهم من هم عدل القرآن الكريم إني تارك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما ينقل عن هؤلاء. تعلمون عن من ينقل؟ خلي أنقل لك بعض الأشخاص الذين ينقل عنهم من؟ فالنفر يا ثلاثة الذين ينقل عنهم ويكثر الرواية عنهم. فتسمين ثلاثة من هذول الذين نقل عنهم البخاري عن الإمام الصادق ما ينقل، ولكن عن من ينقل؟ ينقل عن عمران ابن حطان السدوسي البصري المتوفى سنة 84 من الهجرة. ينقل عن هذا الإنسان. هذا الإنسان تعلمون من هو؟ يعني أحد الرجال الذين يجعلهم صحيح وثقة في كتابه. من هو؟ هذا عمران بن حطان السدوسي. هذا تدري ماذا يقول في عبد الرحمن بن ملجم؟ يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان. عبد الرحمن بن ملجم الذي هو أشقى الأولين والآخرين بنص حديث رسول الله
هذا الإنسان يمدحه وهو من الرواة الموثوقين في صحيح البخاري. أما من توصل القضية للإمام الصادق؟ واللطيف مو هذا، اللطيف ابن تيمية من يجي إلى البخاري يقول حق ما ينقل على الإمام الصادق لأنه كان يشوك. هذا من اعتذرنا العلم للبخاري، بس هذيك خليها مالك ابن تيمية إذا صار وقت أشير إليها. هذا أحد رواة البخاري. الشخص الآخر هو أبو الأحمر السائب المتوفى سنة 136، وكان شاعرا هجاء مبغضا لآل محمد. التفت عند شعر يقول: لعمرك إنني وأبا طفيل لمختلفان والله الشهيد. الله يشهد، لقد ظلوا بحب أبي تراب كما ظلت عن الحق اليهود. ينقل عمن؟ ها؟ ينقل عن هؤلاء. ولكن عندما تصل النوبة إلى الصادق والجواد والهادي والعسكري، ينقل أو لا ينقل؟ هذا شو يصير عند القوم؟ ماذا يقول؟ ها؟ شو يصير؟ صحيح البخاري وصحيح ماذا؟ هسه أنت قس على ما سواه، بعد أنت الباقي ما عندي شغل، بعد ما أقول. إذا هذه الروايات، أرجع إلى أصل المحور، هذه الروايات الـ 12 الخلفاء من بعد 12 وردت ماذا؟ في مصادر الفريقين ومتفق على صحتها بين جميع العلماء المسلمين. تعالوا شوي نقف عند هذه الروايات، أنه هذه المضامين شنو هي؟ بنحو الإجمال أمر عليها بسرعة. هذه الروايات فيها مجموعة من الخصوصيات. الخصوصية الأولى من حيث السند متفق عليها ومتواترة بين الفريقين. تعلمون ما معنى متواترة بين الفريقين؟ عندما نقول الرواية متواترة يعني نجزم ونتيقن أن رسول الله قالها وصدرت من فمه المبارك، بخلاف خبر الواحد. خبر الواحد قد يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه ماذا؟ الاشتباه والخطأ. أما الخبر المتفق عليه المتواتر فلا يوجد خلاف، يعني جزما ويقينا صدر ممن؟ صدر من فم من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن من حيث السند مقطوعة هذه الرواية، ما بها مجال للمناقشة. الخصوصية الثانية، يودي الأخوة شوي يلتفتوا لي، الخصوصية الثانية في الروايات، هذه الروايات نقلها البخاري، والبخاري كما قلت لك كان معاصرا للإمام الجواد، والإمام الجواد هو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت. التفت لي جيد، يعني عدد الأئمة كان مكتمل وبعد ما مكتمل. ها؟ ما مكتمل. إذا يستطيع أحد أن يتهمنا أن الشيعة وضعوا هذه الروايات؟ لا يستطيع، لأنه إذا كان بعد اكتمال العدد والروايات جاءت أكو مجال اتهام أنه يا أخي بعد ما شفتوا أن الأئمة مالتكم 12 وضعتم أحاديث على لسان رسول الله أنه ماذا؟ الأئمة 12 الخلفاء من بعد 11. هذا احتمال وارد. أما قبل اكتمال العدد إذا وردت روايات تقول بأن الخلفاء من بعد 12، بعد احتمال الوضع واحتمال الكذب واحتمال الدس والتزوير على رسول الله، موجود أو غير موجود؟ بعد هذا غير موجود. هسه ليش أقول هذه الجملة؟ لأنه كثير من الروايات، كثير من الروايات التي وردت من كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه الروايات بعد أن وقعت الواقعة وضعوا حديثا على لسان رسول الله، قالوا أن رسول الله قال كذا وكذا وكذا، حتى يصححوا ماذا؟ حتى يصححوا ذلك العمل. فهي روايات موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله،
لتصحيح موقف وعمل وسلوك تاريخي. أما هذه الروايات بعد ليست فيها هذه المشكلة. لماذا؟ لأنه وارد قبل أن يكتمل العدد. من كان يعلم أن مدرسة أهل البيت سوف يقفون عند ماذا؟ عند الأئمة الاثنى عشر، لعلهم كان يزيدون أو لعلهم ينقصون. هذه القضية الثالثة. القضية الثالثة التي أشرت إليها في كلامي السابق، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شبه هؤلاء بنقباء بني إسرائيل. التفت جيدا، والقرآن في سورة المائدة هكذا يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. خلي ذهنك يمي، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. إذا نقباء بني إسرائيل مختارين من قبل الأمة، لو مبعوثين من قبل الله. ها؟ القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول أن نقباء بني إسرائيل بعثهم من؟ بعثهم الله، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. إذا الرسول عندما يشبه خلفاء بأنهم كنقباء بني إسرائيل وعدتهم كعدة نقباء بني إسرائيل، يريد أن يقول أن هؤلاء الخلفاء أنتم تختارونهم، لو الله يختارهم. ها؟ يريد يقول الله يجعلهم. وهذا نص القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإمامة يتعامل مع الإمامة كما يتعامل مع النبوة. يعني ظاهرة النبوة وظاهرة الإمامة في القرآن على حد واحد. لذا القرآن الكريم بالنسبة إلى النبوة يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة ما هي؟ ينتخبها الناس، لو الله يجعلها الله يجعلها. تعالوا معنا إلى الإمامة، تجد نفس النص مستعمل: إني جاعلك للناس إماما. يعني كما أن النبوة مجعولة من قبل الله، الإمامة أيضا مجعولة ماذا؟ من قبل الله. لذا تجد القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الخصوصية الثالثة. إذن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر ينتخبهم الأمة أو ينص عليهم وينتخبهم الله ويصطفيهم، أي منهما؟ من خلال هذا التشبيه يتضح أن هؤلاء مصطفون من قبل الله سبحانه وتعالى. الخصوصية الرابعة الموجودة في هذه الروايات والتي قرناها: افترضت له البقاء ما بقي الدين الإسلامي. يعني ما دامت الدنيا والدين موجود، هؤلاء ماذا؟ عند ذلك بعد ذلك سيتضح. بعد نقدر نطبقها على بعض الخلفاء الاول والثاني والثالث والرابع ومعاويه ويزيد، نقدر نطبقها لو ما نقدر. لماذا؟ لانه لا، ولكن 12 انتهى زمن القرن الاول، مع ان الروايات ماذا تقول؟ يقول حتى تقوم ساعه. اذا هؤلاء لابد ان يكون واحد منهم موجود ماذا؟ في كل زمان. يعني نفس حديث الثقلين: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صحيح لهم صحيح. خصوصية أخرى اللي أقف عندها وأكتفي، وهو أنه في مجموع هذه الروايات كلها تقول: كلهم من قريش وأخفى صوته. ورسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول كلهم من قريش، يحتاج أن يخفي صوته أو لا يحتاج؟ هو ماذا يقول حتى يحتاج إلى أن يخفي صوته؟ يتبين كان يقول الإمام النبي شيء، كان يخاف ممن؟ ها؟ يخاف ممن حوله. طبعا هاي مو بس أنه كان يخاف ممن حوله. أقرأ لك الآية في القرآن، القرآن الذي يقول: يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في هذه الآية التي قرأتها قبل
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولعلك لن تجد في كل القرآن الله يتكلم مع النبي الأكرم بهذه اللغة، يعني بهذا الأمر، بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم يبين ليش أن الرسول كان يتبارى يؤخر البيان. هاي كان يأخذ، هاي كان يأتي جبرائيل يقول له بين، يقول له انتظر بعد ما له وقت، يقول له بين، يقول له انتظر. هاي ذيل الآية تبين، يقول والله يعصمك من الناس، لا تخاف منهم، في النتيجة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينك. ممن كان يفعل؟ ها؟ هذول اللي حوله. شدة وبابا هو بعد ما رايح قال ابن المن لابن عم، فكان يخفى ان يخشى ان يتهم انه ارادها ان يجر النار الى فرصه حتى يؤخرها لعله الوقت يسعى. والله يعصمك من الناس. فسيتبين لماذا انه عندما اراد ان يبين من هم اخفت صوته، وإذا كان يريد أن يقول من قريش يحتاج إخفاء الصوت أو لا يحتاج، وكل بني أمية وبني عباس هم ماذا؟ من قريش. بعد تبين كان كل شيء آخر وكان يخفي صوته. أنا تابعت هذه القضية، شفت في روايات اللي هي صحاح مسانيدهم يقول قريش، إلى أن رجعت إلى بعض الروايات اللي هي من المنصفين مو من المعاندين، ومنهم القندوزي الحنفي الجزء الثالث في ينابيع المودة الجزء الثالث صفحة 105 باب 77، هناك وجدت هكذا يقول، تدخل أقرأ لك عبارة كاملة. هناك القندوزي الحنفي هذه عبارة يقول: إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة. أساساً ما نحتاج إلى الحرف لأنه متفق عليه. فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان، فهذول 12 منهم وحديث يأتي. يقول: فبشرح الزمان الكون والمكان علم أن مراد رسول الله من حديثه هذا الأئمة اثنى عشر من أهل بيته وعده. من اللي يقول قندوزي حنفي ها؟ ماذا يقول إمامي حتى تقول تجرون النار إلى ماذا؟ إلى قوسكم. لا، لماذا تحمله على أهل البيت؟ مو كلهم من قريش. ها أبين لك، إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر. يقول إذا تريد أن تحملها على الأربعة فهذول كانوا أربعة مو أحد، شلون تحملها على ولا يمكن أن نحمله على الملوك الأبوية لزيادتهم على اثني عشر وظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز. خلي ذهنك ولكونهم غير بني هاشم. وإذا محلوب كلهم من قريش ما المحلوب؟ يقول لا، الرواية ما واردة كلهم من قريش، واردة كلهم من آل البيت. تبين أن هذه الروايات أكو فيها ماذا؟ أكو بها تلاعب. يقول: ولكونهم غير بني هاشم، لأن النبي قال كلهم من بني هاشم، مو كلهم ماذا؟ التفت جيدا، عند دليل هذا الرجل وين دليل منطقي وقوي. يقول: وإخفاء صوته يرجح هذا القول. هي كان ينزل صوته لأنه ماذا؟ كان يخاف، لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم. وإذا تذكرون الثاني قالها لعلي، قال أن قريش لا ترغب أن تجتمع النبوة والإمامة في بيت. فرسول الله من شأن ينزل صوته شنو؟ ها؟ تبين من كان يقول من قريش وإنما يقول من بني هاشم. السؤال الثالث، إلى هنا انتهينا من السؤال الثالث. احنا ايش قد الآن تكلمنا فيه؟ نصف ساعة؟ ها؟ جيد جيد. ايش قد عندنا وقت بعد؟ جيد؟ بليد؟ بش بش. كيف فهم
علماء المسلمين من أتباع الخلفاء هذه الروايات، روايات ما يقدرون يقولون ما صار من رسول الله حتى يخلصون منها. فماذا فعلوا؟ جاءوا لكي يفهموا هذه الروايات. كيف فهموا هذه الروايات؟ في الواقع بأنه عندما نأتي إلى كلمات علماء المسلمين في هذا المجال نجد اختلفوا على ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول قال بأنه لا نفهم معنى لهذه الرواية. من يدري شنو معناها؟ رسول الله قال خلفائي من بعدي 11، شنو معناها؟ ما أدري معناها. أنقل لك كثير من علمائهم، ابن عربي المالكي قال ولم أعلم للحديث معنى، أصلا هذا الحديث شنو معنى ما أفهم. وكذلك ابن الجوزي قال قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مضانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود، ما افتهمت. في النتيجة رسول الله من يقول خلفائي 12 من هم؟ ما معناه لم تفهم. أي واحد من اتجاه آخر وجملة من العلماء فسروا الروايات، ولكنه في آخر الأمر أظهر العجز أيضا عن فهم هذه الروايات. منهم السيوطي في تاريخ الخلفاء في صفحة 12 قال وعلى هذا اجى إلى الخلفاء الاثنى عشر اللي حدد لنا، قال وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر الخلفاء الأربعة، أي أربعة وحسن آية خمسة الإمام الحسن حسن ومعاوية. ها خلي ذهنا كم معاوية من الخلفاء الاثنى عشر اللي القرآن يعبر عنه، الرواية تعبر عنه، ما يزال هذا الأمر عزيزا. ها وابن الزبير عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وهاي إلى الآن صارت ثمانية بعدنا أربعة. يقول ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيين، المهدي العباسي هم بعد الإمام انتحلها ما تتنحل لأن الروايات ما تتنحل. وبعد قال وكذلك الظاهر من الفاطميين في مصر، وهي صار عشر بعد اثنين نحتاج. يقول وبقي الاثنان المنتظران، أحدهما المهدي لأنه من أهل البيت، هذا صار 11، من يوصل ل 12 يقول بيني وبين الله بعد ما أدري وين أدور 12 ما أدري. هسه أنت قلت شوي انتظر لي، هسه يجي ثم بآخر الأمر كيف يقول؟ يقول ورحم الله من قال في السيوطي أنه حاطب ليل. تدري هذا اللي ياخذ الغابه بالليل ويجي للحطب شيل الملام يلم الحابل والنابل، يقول رحم الله من قال فيه اني حاطب ليل. ليش؟ لانه اجمعت على غير هدى، ما ادري. المهم لابد اجمع من جمع خير من جمع. بس اجرأهم قبل الاتجاه الثاني خلينا منه، اجرأهم على فهم هذه الروايات شخص اخر. أريد شوي أقف عند هذا وإن كان الواحد لا يسع رواية ولكن أقف عنده قليلا. أريد فقط أطالب عباراته حتى أنت تقيم، فقط تقييم إليك مو المهم. عبارات ابن تيمية، ابن تيمية من يأتي إلى هذه الروايات يقول وفي الصحيحين عن جابر، هذا الكلام ورد في الجزء الثامن صفحة 238 إلى 243 من منهاج السنة لابن تيمية. هسه ما أدري الإخوة مش قد عندهم معلومات عن ابن تيمية. ابن تيمية هو مؤسس وإمام المذهب الوهابي ومؤسس المذهب السلفي اللي الآن أنتم تسمعونه هنا وهناك. خلي ذهنك يمك أريد فقط من خلال هذا المقطع أن تتعرف على هذه الشخصية. قال وفي الصحيحين عن جابر بن زمرة أن النبي قال لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، تعبيرهم لقريش. ولفظ البخاري 12 أميرا، وفي لفظ لا يزال الناس لا يزال أمر الناس ماضيا وهكذا كان. يقول هذول 12 أنا أعدك إياهم منهم،
وهكذا كان. فكان الخلفاء من هذول الخلفاء الاثنى عشر يقول انا عدلتك اياهم، اخاف السابقين ما استطاعوا انا عدلتك اياهم، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تولى من اجتمع الناس عليه. يعني صار اجماع من الامه الاسلاميه. انت شايف بعض الرؤساء الان يقول بانه انا منتخب من قبل الناس، يقول حصل عليه اجماع من الامه الاسلاميه وصار له عز ومنع، صار عز الاسلام به. منه قال معاويه وابنه يزيد. خلي ذهنا كمل، ايش صاروا الى الان؟ ها؟ سته. خلي ذهنا، ثم عبد الملك بن مروان اللي ولى الحجاج، ها؟ امير الحجاج، قال ايش صار؟ سبعه. واولاده الاربعه وليد سليمان، ومع الاسف ان الوقت لا يسع ان اقف انه ماذا فعل عبد الملك بن مروان واولاده الاربعه؟ هذول ماذا فعلوا في الامه؟ والله لا يسع، ولكن اقرا لك فالجمله انه هؤلاء ماذا فعلوا في الامه؟ ماذا؟ هاي الجمله اقرا لك اياها، وان كان قلت لك الوقت مع الاسف ما يسع، ولكنه ان شاء الله استطيع ان ابين. العلاء الى عبد الله العلائي من كبار علماء اتباع الخلفاء، ورجل عالم ومحقق في كتابه الامام الحسين عبد الله العلائي، صفحه هناك في صفحة 26 هذه عباراته. منه في زمن الأمويين، يعني يزيد ومعاوية وعبد الملك بن مروان، ماذا أولاده الأربعة؟ التفت ماذا يقول؟ يقول إن الأمويين، هذا مو كلام أتباع مدرسة أهل البيت حتى نقول أنه عندنا مشكلة وياهم لأنهم قتلوا الحسين، لا 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 أبدا، هؤلاء آخرون ليسوا منا. إن الأمويين استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين والمخنثين ومن بينهم عمر بن أبي ربيعة لأجل أن يمسحوا عاصمتي الدين مكة والمدينة بمسحة لا تليق بهما ولا تجعلهما صالحتين للأمة الإسلامية. حاولوا أن يفعلوا أفعال في المكة والمدينة حتى تخرج من دورها الديني، يمسحوها وبذلك يكون ولقد نجحوا كثيرا. إلى أن يقول قال الأصمعي، الأصمعي من الشخصيات الأدبية والشعرية المعروفة، قال الأصمعي دخلت المدينة فما وجدت فيها إلا المخنثين ورجلا يضع الأخبار والطرف. صنع عالم مكان البغيين، لأنه في وقت الحرة يعني أباحها يزيد لجنده قضوا على كل العلماء. ولقد يتمادى، يقول خلي أقول لكم الحقيقة حتى تعرفها، ولقد يتمادى الظن بلا إلى أبعد من هذا. شنو؟ يقول إن هؤلاء أرادوا بعث الجاهلية بكل أشيائها وألوانها إلى مكة والمدينة مرة. يقول يعني سوف شلون يقول يبعثون الجاهلية؟ يقول يكفيك أن ترجع إلى تاريخ عبد الملك بن مروان وأولاده، فإنهم بنوا المسجد الأموي، وأنه المسجد الأقصى ليصرف الناس عن مكة والمدينة. تبين كان عندهم أهداف أخرى. هسه ابن تيمية شو يقول؟ يقول عزة الإسلام ومنعة الإسلام بمن؟ بمعاوية يزيد وعبد الملك بن مروان وبعد منه وهؤلاء الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. خلف عشكم عندكم يا وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن. عزة الإسلام كانت إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز خصوصا. فإن بني أمية هسه الآن ما يكتفي قلب تعبيرنا ما يبرد بهذا الحكي، يريد يمدح بني أمية. يقول فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام، وكانت الدولة في زمنهم عزيزة، وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيء.
يقول خوش شاف شاف هواي مفهوم الإسلام بس شغل زيادة عندهم أي شغل زيادة هم دائما يتجاوزون شنو الشغل يقول أولا أنهم شكلوا علي ثانيا أخذوا الصلاة على الوقت بس ما تسوي شيء تكلموا تكلموهم في علي وتأخير الصلاة ماذا؟ هذا الذي قال فيه رسول الله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق والبني ولي ما عنده مشكلة بس أي مشكلة ماذا بعد التعليق عليه بعد وقعنا اللي بهنا كذا هذا ابن تيمية هذه العبارات اللي عندنا يقول هو أنت تدري عظمة هذول ال 12 بيت؟ تدري عظمة هذول ال 12 وهؤلاء الاثنى عشر خليفة من هم؟ معاوية ويزيد وعبد الملك من هذول وهؤلاء الاثنى عشر خليفة هم المذكورون في التوراة أنت تتصور بأنهم هذول مقامهم عليم؟ مذكورين بالتوراة زين وموزين يقول حيث قال يعني التوراة الله في التوراة قال في بشارته بإسماعيل من أراد أن يبشر إبراهيم بإسماعيل قال وسيجد اثني عشر عظيما هذا العظماء منهم ها بعد معاوية هذه عقيدة ابن تيمية والخلفاء الاثني عشر بعدما يقرأ قال ومن ظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل ليش؟ يقول بابا والله هذول الناس التعابير وقعا لا أستطيع أن أقرأها يقول هذول الناس كانوا أذلاء طبعا هو يقول الشيعة أذلاء تبعا لأئمتهم ما يجرؤ يقول الأئمة شنو كانوا الحساب بيده بيده يقول أما سائر الأئمة غير علي فلم يكن لأحد منهم سيف لا سيما المنكر هذا ينتظر فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه وهم أذل فرق الأمة فليس في أهل الأهواء أذل من الرافضة ولا أكثر لقوله منهم وهم على زعمهم ليش هذول الأذلة وهم على زعمهم الشيعة الاثني عشر يعني مين ماخذين هذه الأذلة الحساب بيدك وهم في غاية الذل فأي عز للإسلام التفت كان يتكلم على شيعتهم بس الآن بعد أيضا ما سكت قال فأي عز للإسلام بهؤلاء الاثني عشر على زعمهم أين عزة الإسلام بهؤلاء الأمم بعد تريد تعرف عن ابن تيمية حتى تعرف بأنه هذه الحملة اللي الآن موجودة على مدرسة أهل البيت من المدرسة السلفية هذه شنشنة أعرفها هذه قديمة هذه جديدة أولا وجلال بأنه الخلفاء الأربعة عشر من الاثني عشر بعدين يقول والله هذولاك ال 11 ماشي مشكلة يقينا من الخلفاء ال 12 بس علي مشكوك انه منهم يوم يوم اقرا لك العبارة خل اقراها يسألون يقول مروان شو تقول وإذا قلت عبد الملك أبو شلون اللي هو ملعون رسول الله وطريق رسول الله قال وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية عامة هذول خارجين من 12 بل كان زمنه زمن فتنة فلم يحصل فيها يعني زمن مروان وابن الزبير من عز الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث إذا أخرج مروان وابن الزبير ممن خلفاء الاثني عشر هسه هاي محل الشاهد وليها
خلافة علي من هذا الباب. يعني عزة الإسلام وذلة الإسلام، عز الإسلام وفرقة الإسلام، ها؟ فلهذا جعلوا يعني جعلوها من خبيل خلافة مروان وخلافة ابن زبير، فهو من الاثني عشر ومو من الاثني عشر. ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب، وقالوا لم تثبت بنص ولا إجماع إمامة علي وخلافة علي، لا هي ثابتة بنص من رسول الله ولا أكو إجماع عليها كما يوجد إجماع على والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. الآن اتضح لك بأنه إذا رأي ابن تيمية في هؤلاء الاثني عشر ما هو؟ خب في نظرك شو معلق على هذا المطلب؟ بنقدر نعلق ولا ما بنقدر؟ هو يسع الوقت أن نعلق أو لا يسع؟ ماذا أقول فيها؟ والأمر إليك فقط حتى تعرف أنه من بني أمية، يكفي أن تعرف ماذا فعل معاذ. طبعا الأخوة كلهم يعلمونها لأن هذه أحاديث كما يعلم الأخوة هم تخرج إلى الخارج وهم تسجل وهم توزع، فلهذا أنا أعتذر من الأخوة بعض الأحيان قد أعطيهم بعض المعلومات يقول لي سيدنا أعرفها، أقول نعم أنت تعرفها، ولكن يا إخوان الآن بحمد الله أتباعي مدرسة أهل البيت منتشرين في كل أصقاع العالم في كل مكان، وليس بأيديهم مثل هذا. أنا أكتفي أن أنقل لك بعض الأمور عن بعض. فقط أقول لك بأنه كتاب الأحداث يقول إن معاوية كتب إلى عماله نسخة واحدة، أرسال وعممها، كتاب وعمم على ماذا؟ على جميع عماله في البلدان، أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته. بعد وقام الخطباء بعد ذلك بالنيل من علي وأهل بيته حتى أدت هذه الحالة في الشام كما يقول ابن عساكر أن تختم مجالس الوعظ بشجع علي عليه السلام. شلون الآن في آخر المجلس مالك أنت تدعو الله باستجابة الدعاء؟ كانوا يتقربون إلى الله ماذا؟ بسبب علي. هذا هو الذي بشر بأنه عظيم، هذا معاوية. أما يزيد شكل عبد ها؟ ثلاث سنوات حكم يزيد يدرونها ما هو أكثر سنة سوهم ولا قولوا يا ماذا فعل في السنة الأولى؟ قتل وفي السنة الثانية ماذا فعل؟ أباح المدينة. وفي السنة الثالثة ماذا فعل؟ ضرب الكعبة. بس هذا من العظماء الذي بشر به اسماعيل اللي جاي اسمه وين؟ في التوراة. هذه عقيدة هذا الرجل ومن جاء بعده. وأتصور الإخوة اللي يتابعون الأبحاث في هذه الأزمة يجدون بأنه السلفية أيضا ماذا؟ الآن تمدح ماذا؟ تمدح بلبل، تمدح بلبل. ونسوا أن هؤلاء هم الذين عبر عنهم القرآن الكريم بأنهم الشجرة الملعونة، وتقريبا باتفاق أو ببيان جملة من كلمات المفسرين أن المراد من الشجرة الملعونة هم من؟ هم بني الوقت بعد الآن تقريبا شارف على الانتهاء. أنا أحاول أن بعد ألخص حديثا ثلاث أربع دقائق. خب جيد، السؤال الأخير اللي أطرحه، رسول الله صلى الله عليه وآله قال خلفائي من بعدي اثني عشر، ومو رواية وروايتين، عشرات ومئات المواضع قال الخلفاء والأمراء من بعدي ماذا؟ اثنا عشر. أنا إذن أسألكم، يعقل أن الصحابة ما سألوا من رسول الله يا رسول الله ومن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر؟ تقبلون هذا الحكي لو ما تقبلون؟ بينكم وبين الله، لو أنت كنت معاصر للرسول الأعلى
الأشياء بتعبير القرآن الكريم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني كان يسألون ما لا يعنيهم. وهل يعقل أن رسول الله يقول خلفائي كذا ولا يسأل أحد منهم؟ لذا أنت عندما تأتي إلى روايات أئمة أهل البيت عن الرسول الأعظم، مو روايات عن الإمام الصادق، كلها تبين أسماء الأئمة في دين روايات الخلفاء من بعد 12. يعني هاي الخلفاء من بعد 12 شبه الدين، هذا الدين وين صار؟ سول. هسه لماذا؟ هسه من هنا تفهم لماذا أن الخليفة الأول والثاني والثالث منعوا كتابة الحديث للرسول. هسه تفهم ليش منعوا الحديث؟ لأنه إذا كان يكتب الحديث هذا كان وصل إليه. أحرقوا كل حديث ماذا؟ كل حديث رسول الله، وقت ما لك أنقل لك الرواية. بعد أكثر من ذلك إجا الثالث عندما جمعت عنده المصاحف أحرق ماذا؟ كل المصاحف إلا مصحفه. تعلمون لماذا أحرق المصاحف؟ لأنه هذه المصاحف كانت حولها من الأصحاب روايات عن رسول الله تبين من الرواية، فلهذا فعل ماذا؟ ها؟ حرق كل هذه المضامين. أختم حديثي بروايتين أو ثلاث في هذا الهجر اللي هي واردة في ذيل هذه الرواية، يعني في ذيل روايات خلفائي من بعد 12 روايات كلها صحيحة وكلها عن الرسول الأعظم. قال رسول الله، الرواية عن سلمان الفارس، قال رسول الله: الأئمة من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل وكانوا 12. ثم وضع يده على صلب الحسين وقال: 9 من صلبه والتاسع مهديهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالويل لمبغضيهم. مصادق المبغضين من تتعرف؟ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يقول للحسين: أنت الإمام ابن الإمام وأخ الإمام، 9 من صلبك أئمة أبرار. وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله قال: من أحبني وأهل بيتي إلى آخره. ورواية عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلاة الفجر ثم أقبل علينا وقال: معاشر أصحابي، من أحب أهل بيتي حشر معنا، ومن استمسك بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى. التفت جيدا. فقام إليه أبو ذر فقال: يا رسول الله، كم الأئمة بعدك؟ نفس الروايات، الخلفاء من بعدي 12. قال: عدد نقباء بني إسرائيل. فقال: كلهم من أهل بيتك؟ قال: كلهم من أهل بيتي، 9 من صلب الحسين والمهدي منهم. آخر رواية أقرأها صحيحة. الإمام الصادق سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، من العترة؟ قال: أنا والحسن والحسين والأئمة 9 من ولد الحسين، 9 مهديهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه. وعشرات الروايات التي بينت عدد الأئمة وبينت ماذا؟ أسماء الأئمة، ولكن الوهب لم يسر. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع أهل البيت والعترة في الدنيا، وأن لا يفارق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.